تصعيد عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. البداية كانت من إطلاق صاروخ من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى إحدى المستوطنات الإسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بأكثر من 100 غارة على مواقع تابعة لحركة حماس وبعض الأهداف المدنية. حتى الآن الجيش الإسرائيلي يصعد في القطاع، دفع بالعديد من التعزيزات العسكرية على طول الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أنه لا يوجد أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو تهدئة مع حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. حتى الآن الوضع مضطرب، مجلس الأمن من المقرر أن يعقد جلسة لمناقشة هذه التطورات والتصعيد العسكري الأخير. الجيش الإسرائيلي يقول أن العملية الشاملة التي أطلقها لا يوجد لها سقف زمني أو توقيت محدد، وأن هدف العملية سيكتمل بعد القضاء على بعض المواقع والتمركزات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مرسوم رئاسي يعترف عبر هذا المرسوم بسيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السوري. هذا القرار الذي يأتي بعد احتلال إسرائيل للهضبة السورية عام 1967 أثار ردود أفعال متزايدة، ردود أفعال شعبية غاضبة في المدن والبلدات السورية. وجامعة الدول العربية أعلنت رفضها لقرار الرئيس ترامب وأكدت أن الجولان أرض عربية محتلة وفق مقررات الشرعية الدولية. تجري بعض الاتصالات من قبل وزراء الخارجية العرب وتحديدا وزير الخارجية سامح شكري الذي يتواجد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكد لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يلتقي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي. الملك سلمان أكد للمشير خليفة حفتر دعم السعودية لأمن واستقرار ليبيا. مراقبون قالوا أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماع أبو ظبي ما بين المشير خليفة حفتر والسيد فائز السراج، والذي تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في الأراضي الليبية من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال هذا العام وإعداد دستور ليبي تتوافق عليه كافة الأطراف. هذه التحركات يمكن أن يخرج عبرها اتفاق على غرار اتفاق الطائف ينهي حالة الصراع والتحشيد العسكري في ليبيا ويدفع نحو تشكيل مجلس رئاسي جديد ثلاثي. هذا المجلس يتكون من رئيس ونائبين، الرئيس يكون من المنطقة الغربية ونائب من المنطقة الجنوبية والآخر نائبا وممثلا عن المنطقة الشرقية. دي كانت أبرز الأحداث اللي معانا على مدار الأسبوع اللي فات. استنونا الأسبوع اللي جاي ورصد لأحدث التطورات الراهنة في المنطقة العربية في بيت العرب.